أربع مرات كل حرب لازم ينزلوه، لكن ما هز فينا شيء، هم بيدمروا وإحنا بنعمل. في الجماعة فيش صوت طيارات سمعين، صار هدنة يا جماعة، والله الدنيا حلوة هيك بدون صوت زنانات. الناس كلها مروحة على بيوتها، الله يثبت هالناس أهلنا في الشمال. هذا البيت اللي انتم بتشوفوه قدامكم، هذا اربع مرات كل حرب لازم ينزلوه، لكن ما هز فينا شيء، والله ما هز فينا شيء، هم بيدمروا واحنا بنعمل، هم بيدمروا واحنا بنعمل، ولا نتخلى عن هذه المنطقه. بشكل جماعي الحمد لله، الله يثبت هالناس أهلنا في الشمال. والله من حد ما سمعت الهدنة فرحت كثير يا جماعة، بس هذا الهدنة مؤقتة أربعة أيام بس، يا رب في هذا الهدنة تنحل الأمور وتصير هدنة أبدية.